صلوا على النبي يا الربع، قولوا لا اله الا الله حق. اليوم يطلع عمر سلامته يوم الجمعه، صباح الجمعه، صباح الجمعه يوم الجمعه، خلاص دخلنا الجمعه صباح الجمعه، قولوا يا الله ثم قولوا يا الله ان الله يجعلنا من اهل الجنه. اللهم امين. عدوها وكروها ان الله يجعلنا من اهل الجنه. امين. وقف يحتاج وقفتنا، اليتيم يحتاج وقفتنا، الوقف هذا يساعد اليتيم، يوصل الشيء اللي بتوصله انت يوصله اليتيم. اليتيم في حاجتنا، في حاجتكم، في حاجات اهلنا، حاجة الربع اللي ورانا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، اشهر بالسبابة والوسطى. كلنا نبغى نكون من هالجنة. نعم صحيح، كلنا نبغى نكون من هالجنة. فما بالك انك تصدق بريال، بعشرة، بمية، بلف، بلف، بلفين، ميتين ألف، مليون، هذه تبنيها لك للآخرة. هذا الشيء اللي بتسويه ذا الحين تبنيه لك للآخرة. الصدقة تطفي غضب الرب، وداو وداو مرضاكم بالصدقة، وتجلب لك الرزق. صحيح، الصدقة تجلب الرزق. السهم بمئتين وخمسين ريال فرد. الفرد والوالدين بخمسمائة ريال، والأسرة بسبعمائة وخمسين ريال. ادفع بما تجود به نفسك، واللي وده يتكلم ولا السفير. الله يبارك فيك يا ابو زاهر، جزاك الله خير، وما نزيد على ما تقول له خير. وقف الرحماء في حاجة إلى وقفة جادة وعطاء من أهل العطاء. الشيء اللي بتقدمه ترى تقدم لنفسك قبل ما تقدم لليتيم. بلا شك أن اليتيم هذا أخوك، بلا شك أن اليتيم هذا يعني رفيقك، ابن عمك، مسلم، كذا كذا كذا، كل الاعتبارات موجودة، لكن تقدم لنفسك. المال لله والدنيا مداولة، وما لحي على الأيام تخليد، الناس زرع الفناء، وكل زرع إذا ما تم محصود. ويل على الدهر والأيام لو ضحكت تضحك وتبكي وترجع بيضها سود، ولو يدفع الموت سلطان بقوته لكان حي سليمان وداود. اعتبر، والله اني اقول وانا صادق يا عيال اقسم بالله، اعتبر في الامم اللي مضت قبلك وين وين وين، من انت؟ من انت في الحياه هذه؟ ما معاك يا ابن ادم الا تتمسك في دينك، تتمسك في حبل النجاه، طاعه الله سبحانه وتعالى، والاعمال الصالحه الخبيئة الصالحة اللي ما يدري بها الا فاطر السماوات والارض. في ليلة فضيلة نحن، في ليلة فضيلة نحن، تقدمها في كف الرحمن، تحطها في كف الرحمن، تحتسبها على فاطر السماوات والارض. سبحان سبحان. التجارة الرابعة، اليوم كلنا يسعى للتجارة. صح. مشروع يا ابو فلان، تجارة يا ابو فلان، بزنس، كذا كذا كذا، التجارة الرابعة مع الله سبحانه وتعالى. رضي. اللي 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 الموفق واللي بيخلص والله انها مع فاطر السماوات والارض. نعم. جزاكم الله خير وبيه بس تذكره اللي توصي. ابى اختم انا فداك. اللي يضاعفها لك ابو حصه اضعاف 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 حتى تيجي يوم القيامه ولا هي جبال بيض كجبال تهام. اذا خلصت النيه وقدمتها وانت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى تلقاها في دنياك واخرتك بإذن الله. تفضل يا الله ان الله يكتب اجرك واجر السامعين ويجعلنا باذن الواحد لحد نتعاون في الاجر. اللهم امين. كلنا يد واحده. اللهم امين. انا بقول يا طول عمر السلامه كلنا نهدي شيبان. انت انسان ودك تهدي شايبك. نعم. شايبك يا طول عمر السلامه ان هديته غتره، فاللهم مع 200 غتره. انا بيني بينكم. نعم. ما علي من باقي. بيني بينكم. انت تهدي والديك، تهدي امك، بتهدي اخوك، بتهدي صديقك، بتهدي خويك، بتهدي رفيقك، ابن عمك، تهديه اهدى للاخره، لا تهدي للدنيا. هو يبغى وقفتك الحين في الدنيا للاخره. كم عند كم منا يا طول عمر السلامه عنده جد متوفي؟ كم منا عنده ام متوفيه؟ كم منا عنده اب متوفي؟ كم منا عنده اخ متوفي؟ كم منا عنده اخت متوفيه؟ كم منا عنده يا طول عمر السلامة صديق عزيز غالي؟ هم كانك تقول يا طول عمر السلامة أنا للخوي
فالله العظيم لا توفى خويك، ولا ان كان خويك على قيد الحياه وانت تعزه ويعزك ويغلى عليك وتغلى عليه، والله العظيم اني لا تصدق على نيته وعلى نيتي انا على نيه والدي والمسلمين. ما عاد سلمت. فانا يا طول عمر السلامه ابو حصه يبغى يتكلم وعلي العمري ان كان نسمح لهم. يوم الخير وبركه. حاجه واحده يا ابو سعد، حاجه واحده الصلاه الوقت ذا انا ودي اتبرع بنيه ابوي الله يرحمه ويغفر له. الله يغمد روح الجنه. ان جالي مجال باذن الله اني بتبرع بسهم عن نيه ابوي الله يرحمه. الله يكتب اجره. تبرعت ويا الوقف اليوم كنا في الماراثون تذكرونه؟ الله يبيض وجهه. تبرعت بسهم. وذا المره بتبرع سهم لامي وابوي. بيض الله وجهك. اجعلها في ميزان حسناتك. حسناتك خذ جوالي باذن الله اني بتبرع له. باذن الله يسلمك. الله يسلمك. انا اقول اول شيء جزاكم الله خير. وياكم ويا طويل الاعمار. واحنا الحين ما معنا جوالات لكن نقول انما الاعمال بالنيات وكل امرئ ما نوى. نعم تمام. فانت لو تدفع لك مبلغ 100,000 وانت ما نويتها للخير وما نويتها ل ارفع صوتك صوتي مو واضح ما نويتها للخير ما نويتها تكون صدقه تراها تكون عمل رياء. هذا مو لكم انتم، اتكلم للمشاهد انا. اول شيء بقوله ان اليوم احنا الحين الساعة تقريبا واحدة الا 5:10 تمام، دخلنا على يوم الجمعة، هذه نقطة. والنقطة الثانية احنا الحين في الثلث الأخير من الليل، الله سبحانه وتعالى نازل الآن بالسماء الدنيا ويقول هل من داعي يدعو استجيب له. فالله سبحانه وتعالى يقول يا باغي الخير أقبل. الله أكبر. يا باغي الخير أقبل. الله أكبر. فكم من واحد فينا عنده من هموم الدنيا وعنده من الضيقة وعنده من الكربة وعنده من الطفش وعنده من التكاك وراح للمستشفيات وراح سافر ومعه من فلوس الدنيا يا كثرة، وراح سافر وسوى وسوى والضيقة موجودة تمام، لكن أنت ما تدري وش الله سبحانه وتعالى يبيك تقرب له. أنت أقبل على الله. فالصدقة زي ما قال أولا مساعد أنها تطفي غضب الرب. فأنتم احنا بنتكلم بهاليوم ده ان الله سبحانه وتعالى باذن الله باذن الله تكون لنا بنيتنا يا رب، ها ونكون باذن الله كلنا انتم سفراء وكلنا باذن الله سفراء تمام، لكن كل واحد تتيح له فرصه ان ياخذ هنيئا له بالاجر. يعني انا لما اشوفك 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 انت يا ابو ابراهيم اشوفك انت يا ابو ابراهيم ومساعد يتكلمون كل بعد صلاه، فانا اقول بيني وبينكم هنيئكم بالاجر انكم سبقتونا الحمد لله تمام. فهذه ما شاء الله تبارك الله، فحنا كلنا باذن الله يد بيد كنا احنا المتسابقين ويد بيد مع الجمهور وجماهيرنا اكيد اكيد تمام، ويد بيد للمشاهد. فالصدقه اجرها عظيم زي ما قال قبل كم يوم اغلب العيال كلهم وقال من ضمنهم برضو علي ان في باب بالجنه باب الصدقه. نعم من عظم الصدقه. في وبرضو قبل الجنه عندك بالقبر اعمالك تنقطع كلها، وفي دنياك كذلك تشوفها تنقطع اعمالك كلها. بالقبر يبقى لك وشو من ضمنها الولد صالح يدعو لك وفي عمل جاري يمشي لك، والولد الصالح يدعي لك ويتصدق عنك، وانت بقبرك تتمنى انك تطلع من قبرك عشان ايش تسوي؟ تصدق عشان تتصدق. ترى من عظم الصدقه انت الحين يعني مهتم ما في تنبيه اكثر من كذا. الان اهتمنت بنفسك يعني والله العظيم انا ما انتظر لا انا ولا انتم بعد عمر طويل المشاهد بعد، ترى احنا تكلمنا باجر الصدقه لكن بعض الناس ممكن واحد تو يجي يشوف الان. احنا نتكلم بالصدقه، انت الان بنفسك لا تنتظر احد يجيك بعد ما بعد عمر طويل تموت تقول احد يدفعون عني يصدقون. الان انت اللي معك مال اللي معك فلوس مليان، ها لا تقول عيالي اذا تراك اذا مت بعد عمر طويل عيالك بياخذون ورثك. انت تعمل لنفسك، انت ابن لك شيء يسوي لك شيء صدقه لك لنفسك تمام. وزي ما اقول احنا نتكلم توقع ان شاء الله بعد نكون البركود طالع بالشاشه، تراه تطبيق ابل بي تدخل بسرعه الاجر سهل تدخل بسرعه على طول طق وانت تتبرع. عندك الفرد 250 وعندك الزوج الوالدين 500 وعندك الاسره 750 وعندك بما تجود به نفسك. الله يكتب من الريال الى الالف. الله يكتب اجرك. وصلى الله يسلم يقول اللهم صل وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخي. سبحان اخوك اليتيم اخوك المحتاج اخوك الأرملة أختك، أي واحد من هذولي اللي يحتاجون هذه المساعدة ويحتاجون مننا منكم فيك هذا العون، ربي يكون في عونك إذا أنت وأن دفعت وأن تصدقت بمالك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة يعني شق تمرة بس اتق النار فيها. كيف أنك تدفع 250
كيف انك تدفع 500 بنية والديك يا اخي؟ وبالوالدين احسان، هذا احسان لوالديك يا اخي، قبل انه يكون عمل جاري له في القبر، قبل انه يكون شو اسمه اجر لهم يوم القيامه من الحسنات ومن الجبال يرونها يوم القيامه باذن الله لك ولوالديك يا اخي. في الدنيا فضلها يا اخي، ترى الصدقه تشوف بركتها في دنيا قبل اخرتك، فتصدقوا والله يكتب اجرنا وياكم، والله ونسال الله الاخلاص في القول العمل. وما ادري عن شوف بس ابغى اقول نقطه اوضحها بس، قولوا يا الله ثم قولوا يا الله ثم قولوا يا الله، ان الله يجعلها خالصه لوجه ربي، امين، ان الله يجعل ما يدخل فيها شك او رياء لو مثقال ذره، قولوا يا الله ثم قولوا يا الله، ان الله ان الله يوفقكم ويسرمكم ولا يهينكم، كلامكم كله في محل ثقه. بس ناصر قماش تكلمني ابغى اتكلم عن الصدقه، ان كانكم تسمحون لا بعدين سلطان اذا بتسمح لي يا سلطان، لان والله انا قد اتكلم اعوذ بالله كلنا نفرات. اولا الاخوان ما قصروا، بيض الله وجيهكم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان الله يكتب لنا واياكم الاجر. اولا الواحد اذا هو بيتصدق يتصدق لنفسه، الواحد ما يضمن الثواني اللي قدام، الثواني هذه ما حد يضمن عمره فيها، صح ولا لا؟ وابن ادم اذا رجع للحياه ما يتمنى الا انه يتصدق، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم من تصدق منا أو من الجماهير والمشاهدين أو من نشر هذه المقاطع أن الله يكتب أجره، أن الله يبعد بينه وبين خطايا كما يبعد بين السماوات والأرض، أن الله يرحم والده. الله يجزاك خير يا أبو عمان، خير يا أبو عثمان فيها. ولكن جعفر رضي الله عنه يوم توفى في أحد الغزوات، والله أنا ما تحضرني إيش أي غزوة، ولكن توقع أنها غزوة أحد، يوم توفى قال الرسول للصحابة اللي عنده في مجلسه شوي أبوه، قال الرسول للصحابة اللي عنده من يكفل ذوي، الرسول يقول للصحابة اللي عنده من يكفل ذوي، قاموا ثلاثة من الشباب أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله، من أصحابه أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله. قال الراوي والله إن كل واحد أفقر من الثاني، ولكن يعلمون ويقينون أن فضل هذه الذي العمل الذي يعملونه عظيم عند الله. صدق، أنا ما أقول فضل الصدق، ولكن تأكد يا من تسمعنا الآن أن نقصدك أنت، أبيك تبادر أنت من نفسك، ما تنتظر أحد غيرك بالقليل أو بالكثير، أنا ما أزود ولا أقول لك أسهم، ولكن بما تجود به نفسك، دفعة بلاء، فتح باب رزق ما تدري يمكن مقفل لك باب، الله يفتح عليك. آمين. أسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله، ويجزاكم خير ويرحم والديكم. آمين. السلام عليكم. آمين. وعد الله لا يخلف الله وعده، الله عز وجل وعدك بالخلف، فإذا أيقنت بالخلف ستجود بالعطية. هذا ما حبيت ان اشارك فيه، والله لا يهينكم يبيض وجهك يا ابو عبد الله، اني ابغى والله قلنا يا ابو عبد الله والله اني ابغى مشاكل، الله يجزاكم خير وشي جميعا، والله يكتب اجركم. وانا انصح اول شيء اخواني الجميع الموجودين هنا، لو على قولة حاتم لو كان معنا جوالات كنا اول من تبرع، صحيح، ولكن باذن الله نوصي اهلنا واخواننا واحبانا وجميع من يشاهدنا تبرعوا في هذا الوقف، الله يكتب أجركم ويكتب أجرنا ويجعل ما يدخل فيها لا رياء ولا شك. اللهم آمين. اللهم آمين. أول شيء قصص أنتم شايفين كثير قصة تصير عن الصدقة وهذا، وإن أصلاً مردودها في الدنيا. أسلم يا أبو أبو فارع، أصبر بشغل المايك. المهم ما أقول لكم القصص إن أنا الصدقة كثير تسمعون عنها وكثير تسمعون عن فضلها، وهو فضلها في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. لو جتنا فرصة وسمحوا لنا بإذن الله نتبرع عنه وعن أهلنا، لأن الواحد والله العظيم إن الواحد وده يكون له بصمة في هذا الوقف، في هذا الوقف، لأن أنت تتكلم عن أجر يمشي على طوال السنين هذه، ولا راح ينفعك شيء 250 أو 500 أو 750 والله العظيم إنها ما تقضيك ولا ثلاث أيام في ذمتي. وإذا ما قدرنا نصي أهلنا، تصدقوا تصدقوا عنا وتصدقوا عن أنفسكم،
والله يجزاكم خير يا رب. صلوا على رسولنا. اللهم صل وسلم. صدقة. شوف الآن المنصات احنا نادرين الحمد لله ما في بيت جائع، نحمد الله ونشكره، لكن نقول ينقص بعض البيوت بعض الأمور الأساسية وليست الكمالية، الأساسية، ولكن الحمد لله ما حد إن شاء الله بينام جوعان في هذا البلد المعطاء بحول الله. لكن جميعنا يبغى يتصدق، صح ولا لا؟ وجميعنا يبغى يبذل، وجميعنا يبغى ينفق، ولكن ما يدري فين يبذل ماله، صح ولا لا؟ ما بيحصل فقير أمام عينه. لكن إذا وضعت منصة رسمية إنك تتصدق وريعها بحول الله، إنك تشرف على صدقتك، تشرف على أمورك، ويشرحون لك يعني أمور الجمعية كاملة، هذا فرصة عظيمة. يرسلون لك صك ترى في الوصف، صك ويعني جميع الإجراءات تراها أمام عينك، هذا فرصة عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. ما بالك شوف صلى الله عليه وسلم صدقة الجارية ترى 200 أو 500 أو 10 ريال اللي تضعها، ترى ريعها في عداد أجورك إلى يوم القيامة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ترى الأمور توفيقية من الله سبحانه وتعالى. لا تدعون آية الله سبحانه تتمثل فيكم، كره الله بعاثهم فثبطهم. لا تجعل نفسك والشيطان يثقل عليك هذه الصدقة. هذا والله ما صلى الله عليه وسلم. الله يبيض وجهك. دغش ترى يبغى يتكلم. تفضل تفضل تعال. الحلاق وصل. تعال تعال اسلم. تكلمون عن الصدقة. نعم. عروة الخيرية. إيه. جمعية عروة الخيرية وقف الرحماء. من منا يا إخوان ما يبغى يطول عمره والسلامة إن الله يظله يوم القيامة، في ظل إن الله ظل يوم القيامة، صدقتك هذه ظلك يوم القيامة، تكون ظل معك، حجاب عن الشمس والحر ولا الله يكفينا هوايل يعني يوم القيامة. ثانيا يطول عمره والسلامة تطفي غضب الله. ثالثا فأولا تنجيك يا طوال عمر والسلامة في دنياك الصدقة هذه، لعلها تكون في دنياك يعني حاجب، أو أنها تمنعك يا طوال عمر والسلامة من مشاكل، من مصائب، من شيء بيضرك في الدنيا. فوالله الذي نفسي بيده، يا كم سالفة، يا كم موضوع، يا كم شيء أسمع أنا بذني سوالف عن خلق الله، أنهم يبينون لي أن الصدقة أنها نجتهم من الشيء هذا. فأسأل الله في هذه الساعة أن الله يبيض وجه كل من تصدق، والأعمال بالنيات أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، وزودا على ذلك إن شاء الله بإرادة الله الواحد الأحد أن الوقف هذا يكتمل، ونحن نفرح باكتمال الوقف هذا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أعيد وأكرر، قل يا الله، ثم قل يا الله أن الله لا يجعل فيها لا شك ولا رياء. قل يا الله أن الله يوفق ذي الوجه الزين. الله يسمع منك. ولكن أنا بذكرهم في حاجة مهمة. جمعية عروة، عروة جمعية عروة الخيرية، الخيرية في ظهرة لبن، في ظهرة لبن، وقف الرحماء، وقف الرحماء، بيطلع لك باركود في أسفل الشاشة، بيطلع لك باركود في أسفل الشاشة، افتح طول عمر السلامة الكاميرا وصو الباركود يطلع لك على طول، ما عاد إلا تحول. الفرد الواحد ب 250 ريال، الأسرة العائلة الوالدين ب 500 ريال، الأسرة ب 750 ريال، بما تجود بنفسك، أما بريال، أما بعشرة، أما بألف، أما بمئة ألف، أما ب 750 الأسرة كاملة. هاو نعم، هاو عفاكم على الله. أحسنت. الله خير، جزاك الله خير، الله يسمع منكم. شكرا كثير. والله أنك أجمل سفير. الله يرحم والديك. قد مر على الأوقاف كلها. أجمل سفير قد مر على الأوقاف. ترى البساطة. والله أنك واقف على هذا. أبو عبد الله. والله أنك واقف على هذا الجمعية ومحارص على أنها تكتمل. نعم. كان الشيء هذا لك أنت شخصي. تعني ما. الله يبيض وجهك. ولا أدني كلام أبو علي. ترى شوي نقدر. تبه. الله يعين. الله. ولا تفكر أن الجدية هي المطلب في كل شيء. صح. ترى الإنسانية كاريزما تبعه. نعم. أنت وصل رسالتك. صح. بروح المريحة، بالفكاهة، ترى التصنع ترى يتعب الناس. نعم. والله أنت جاي على شخصية. صح. صح. لا تغيره. والله الناس يقولون من الشخصية ولا ما يقولون من الشخصية. جدا. أنا أقول لك حاجة. والله العلي العظيم يا الربع يمكنكم تذكرونها. نعم. إني متكلم يا طول عمر السلامة. أول. إني متكلم يا طول عمر السلامة. إني متكلم يا طول عمر السلامة. في أول يوم، في يوم زد رصيدك. قبل أن يكون سفير. صح. ويوم أصبحنا طول عمر السلامة وتغدينا وطلعت في ذاك المكان وتكلمت فيها في الصدقة، لأن صار لي موقف من ناحية صدقة
والله العلي العظيم إن ودي إني أوصل على المشاهد، بس إني حلف على نفسي ما أطري هذا الموضوع مرة مرة. من ناحية الصدقة، ولا جاء الليل يوم جانا الأستاذ ناصر الغامدي إلا هو يحطني سفير، هو سأل ثلاث أسئلة قال ها أنت سفير أنت إبراهيم. الله اصطفاك من بيننا. اللهم لك الحمد لله، والله العلي العظيم إني تكلم فيها قبل إني أكون سفير. استاهل كل خير. هاو زايد عفوك. عطاك الله على نية. نعم. الله يكتب لك الأجر. والله والله صدق. لك والوالدك. والله إنها ما تبينت لي. كل مسلمين والمسلمات. إنها ما تبينت لي إلا ينطع. الله إني أذكر هذا كيف أنا جالس. أقول سبحان الله كرر الموضوع ذا أمس وذا اليوم أمس في الظهر. صادق. وفي الليل يوم جالس ثاني سفير. الله هو سفير إيه. توفيق. الله يرحمه. توفيق والله توفيق. دائما توفيق ترى شوف. هذا هذا يحسب. ابعد ابعد ايه والله يحسبه صادق زي ما قال عايد عايد اعطاك ولد عايد ابو عبد الله نزل نزل ايه من هو اللي خنق خنق ويلعب فيك لعب ابو عبد الله اللي يطرح طرح قل من هو دحام ترى علي يتكلم يا دحام قاطع سوالف يا دحام لا دحام اسمع يا ابو عبد الله ابو عبد الله نختصر يا عايد عايد خليك والله يا صادق انت بتتكلم عن وقف انا وعندي هبه برده النفسيه برده فوق يا اخي غنيها خلاص 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 هاي تخبوا واحد لا اجلس اجلس مو لازم تجهز خلاص قد ختمنا احنا تونا نقول تونا نقول المساعد انه مو لازم الواحد انه يتكلف او انه يصير لبق في كلامه عشان يوصل معنا خلاص معلوماتك مو لازم عادي قول الشيء اللي في خلافه تتبع الانسان هبه يضل اجيكم هبه البراد هاي هبه البراد وزانه النفسيه والدوره والمساعه تعالوا ليله خميس ليله خميس ليله خميس